ما قاله السيد عمار الحكيم من أن الأغلبية السياسية هي استحقاق ديمقراطي بشرط حفظ التوازن. عن أي توازن نتحدث هنا؟ واقعا كلام سماحة السيد الحكيم كان واضحا، ومفهوم الأغلبية الوطنية الذي يدعي به البعض في تشكيل هذه الحكومة يجب أن يستند أولا إلى حفظ التوازن في تشكيلها. فمن غير المعقول أن يكون في هذه الأغلبية الوطنية أن يكون المكون الأكبر والأغلبية الحاضرة المجتمعية هو أقلية في هذه الحكومة. تعرف جنابك الكريم أغلب حكومات العالم يكون الحاكم للأغلبية، وبالتالي بالتالي العراق أغلبيته من المكون الشيعي. فأي حكومة تنتج في هذا البلد سواء كانت حكومة توافقية أو أغلبية يجب أن يكون هناك توازن المكون الأكبر. حكومة أغلبية وطنية، نعم نحن بحاجة لهذه الحكومة الأغلبية الوطنية حتى تنتج الواقع العراقي المرير، لكن بشرط أن يكون هناك استحقاق للمكون الأكبر بحيث أن يكون الأغلب في هذه الحكومة هو المكون الشيعي. ما نراه وما يطرحه البعض من مفهوم هذه الحكومة حكومة الأغلبية الوطنية للأسف الشديد لا نرى فيها سوى اختلال التوازن. جل وأغلب المكون السني يشترك في هذه الحكومة، وأغلب القومية الكردية، وهناك محاولة من التحالف الثلاثي على انضمام الاتحاد الكردستاني في هذه الحكومة، وللأسف الشديد نجد أن المكون الأكبر لهذا البلد نجد أن طرف يشارك في هذه الحكومة وطرف لا يشارك. هذه الحكومة وبهذا المفهوم لم تكن هناك توازن في الحكومة، وخلال أو إذا ما شكلت هذه الحكومة بهذا المفهوم وبهذه التوازنات لا أعتقد بأن الحكومة ستكون حكومة متزنة وحكومة مستقرة وحكومة منسجمة قد تكون دافع وعامل أساس في رفع الحيث عن الشعب العراقي والخلافات. طيب سيد عباس، بعد الترحيب بك ثانية، لن أتوافق معكم. التوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكال. هذه تغريدة السيد الصدر عقب ساعات على إخفاق البرلمان العراقي بعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. بالتأكيد اطلعت عليها، يعني واضح التشبث بحكومة الأغلبية الوطنية لا يزال موجودا، فكيف تابعتم التغريدة وكيف تعلقون عليها؟ يعني بغض النظر عن تغريدة السيد مقتدى الصدر، اليوم أنا ككتلة سياسية وسواء كان التيار الصدري أو التحالف الثلاثي عندي طرح ومفهوم هو مفهوم حكومة الأغلبية الوطنية. وحتى أذهب في إنتاج حكومة مكونة من هذه الأغلبية يجب أن تكون هناك عندي أريحية من المقاعد في مجلس النواب. تعرفين سيدة الفاضل المحكمة الاتحادية أقرت في آخر قرارها الولائي أن يكون هناك النصاب 220 حتى ننتج رئيس جمهورية يذهب بتكليف مرشح أو مرشح الكتلة الأكبر، كتلة التحالف الثلاثة، حتى يمضي بإنتاج هذه الحكومة تحت هذا المسمى. إذا أنا لا أمتلك هذه الأغلبية ولا أستطيع المضي بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، ماذا علي أن أفعل؟ خاصة وأن العراق، وضع العراق بشكل عام يمر بوضع متأزم جداً على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي، والشعب العراقي ينتظر هنا حكومة تستطيع أن تقدم الخدمات. التظاهرات سابقاً ظهرت ضد الحكومة العراقية باعتبار أن الحكومة العراقية لم تقدم شيء إلى هذا الشعب، وعلى هذا الأساس كانت هناك انتخابات ديمقراطية مبكرة أنتجت عن هذه الكتل السياسية. إذا أنا لا أستطيع أن أذهب بتشكيل هذه الحكومة، ما الذي علي أن أفعله؟ والثلث الضامن بيد الإطار التنسيقي، إلى متى نبقى بهذا الحال؟ ثلث ضامن يرفض الذهاب بهذا المفهوم، مفهوم الأغلبية الوطنية، والتحالف الثلاثي غير قادر على تشكيل هذه الحكومة. الشعب العراقي ينظر إلى من؟ ماذا سيفعل؟ وماذا سنفعل هذا الشعب المسكين؟ نعم، أعتقد أن الأمور تحتاج إلى توافقات على أقل تقدير. ليس كل الكتل السياسية، هناك كتل سياسية لا ترغب ولا تريد المشاركة بهذه الحكومة بغض النظر عن مسمياتها، ومنهم تيار الحكومة.